Good morning, students. Good morning, teacher. How are you today? Good. Okay, have a seat, please. Sit down. بحكي لكم شغل كتير حلوة. في بالمدرسة عاملين مسابقة لأشطر حدا بعرف يعطي الكلمات السبيلينج يهجيها. مين متحمس للمسابقة؟ هلا نعملكم براكتس على بعض الكلمات ونشوف نتدرب عليها، اوكي؟ يلا هلا رح اعطيكم كلمه وحدا منكم يعطوني الحروف تبعتها. يلا كلمه كار، مين يعطيني؟ اوكي انت سي اي ار كار كوركت. هاف ا سيت. طيب هلا الكلمه اللي بعدها مور، مين يعطيني الكلمه الحروف تبعتها؟ سي وات ام او ار اي perfect correct سوار. يلا هلا الكلمه اللي بعدها حروف كلمه نو correct نو يوسف كات سي ا تي perfect امون اعطيني حروف كلمه يس واي اي اس perfect بانا ما شاركتي معنا يا بانا اعطيني كلمه hard spelling U H R E يا بس ما بتعرف تعملي شيء ما بتعرف تعمل spelling ما بصير تتمسخري على قدرات صاحبتك برافو بانا انت شطورة يا بانا ما بدي نعاد هذا الكلام في الصف تمام ما تنسوا قبل ما تروحوا انه ضايل اسبوعين للمسابقة بدي اياكم تتدربوا مظبوط علشان تفوزوا تمام والجائزة رح تكون حلوة كتير رح تسافروا على بلد كتير حلو انتوا بتختاروها يلا يلا نروح يلا كل حدا يجي عمونا بانا بدك تشتركي بالمسابقة لا ما رح اشترك ليش ما بدك انتي الشيء زي حلم ما بقدر اهجي ما بتذكر الحروف مظبوط وانا مو ذكية تعالي اقعدي بانا اسمعيني شوي خليني احكي معك كلمتين صعوبات التعلم انك صعب تتعلمي لا تعني ابدا انك مش ذكية بس بتتعلمي بشكل مختلف بس انه عليك انك تتعبي اكثر وتكوني مثابرة وتدرسي اكثر اوكي هلا رح اعطيكي هاي الكلمات تاخديها تتدربي عليها ورح اتابع معاكي لحتى تكوني قادره انك تعرف تهجي الحروف وما تنسي تتدربي بالبيت كل يوم شكرا عفوا يلا روحي على البيت وتدربي تتدرب على الهجاء بفكر رح تسجل حالك في المسابقة ما بدي احاول اتدرب ما بدي اكون مش كويسة بفكري حالك رح تنجحي ما جسمك مش عارفة تهجي اكيد رح تردي تغلطي في الحروف كوني واقعية انت مش ذكية عشان تفوزي المس بتحكي لي انه صعوبات التعلم مش يعني انه لست ذكية هي المس عشان ما تزعلك حكت هيك بس انت بالاصل مش ذكية اصلا انت بنفعوكيش ولا اي اشي تاني لا ليش مزعجتيهم يا الله يا وراء كيف رح ندرب عليهم وغلبتهم ايش بانا ايش مالك وافقت عشان اسجل بالمسابقة ليش بتحكي هيك يا بانا؟ عشان الاولاد اعطتني اياهم سوى مزاتهم وصح كلامها انا مش ذكية وما بعرف اقرا انا مو ذكية علشان افوز انا بانا مآمنة انك باذن الله رح تفوزي اهم شيء انه احنا نثابر وندرس ونمارس ونتعلم ونتعب بنحصل على اللي احنا فيه ما تحبطي حالك وتثبتي لحالك انك انتي مش ذكية لا اثبتي العكس انه انا ذكية انا بقدر انا رح احاول
ورح نحاول بإذن الله ورح أساعدك يابانا لحتى تتحدي الصعوبات اللي عندك. هلأ عندك هون for example كلمة danger، قبل ما تهجيها حاولي إنك تنطقيها ببطء، تلفظيها بعقلك شوي شوي، اعملي هيك في أصابعك مع الإيقاع. يلا نحاول أنا وياكي. D A N G E R danger. رح اضرب مزبوط ورح افوز ان شاء الله. وجاء يوم مسابقة الهجاء، وكل مرة كانت بانا تتهجى الكلمات بشكل صحيح. وصلنا لآخر مشتركين، لآخر شيء اللي هم بانا وسوار. صار التحدي كتير قوي. رح أعطيكم كلمة table. كتير سهلة هاي، يعني أنا فيني أحلها بسرعة. أكيد أنا رح أفوز. لازم تعطيني جائزة أروح بدون ما أحكي. table T E B A L B E. هذا غير صحيح يا سوار، صححيها اياها يا بانا. برافو يا بانا. الفائزة بالمسابقة هذا العام هي بانا. بس الناس علمتني شغلة إنه صعوبات التعلم ما إلها دخل إنك تكوني ذكية أو لا. اللي بيتعب وبيجتهد هو اللي رح بيصير. ما بيهمني كلامي. شطورة يا بانا، شفتي كيف اللي بيتعب بصير؟ ومن جد وجد ومن سار على الدرب وصل. Good morning guys. اوكي مش سوار وبانا ركزوا شوي معي. حاضر. C S E yes. امونة اعطيني حروف كلمة yes. Y E S Y E S perfect.